طبعا تهاجم سرب غزلان فتهرب كلها. رسمت حوافرهن 10 أفرع في الأرض عشوائية، والضبع تعرف أنه لا وقت كي تحتار فيما بينها، تختار واحدة لتقتلها. حياة غزالة أو موتها أمر يبت بسرعة. لا تعرف الضبع الغزالة لا عداوة لا تنافس، ربما لو كان يوما غير هذا اختارت الأخرى. وحتى بعد مقتلها ستعجز أن تقول الضبع إن سئلت لما اختارت غزالتها التي قتلت. ولكني أظن الضبع تعلم جيدا بتوازنات الخوف. إن السر، كل السر، لو لم يرتبك، لو قام يركض نحوها، طحنت عظام الضبع تحت حوافر الغزلان مسرعة. فقط لو غير السرب اتجاه الركض عاش جميعه. وأظن أن السرب يدري باحتمال نجاته، لكن كل غزالة تخشى تخاذل أختها لو أنها فعلت فتخذل أختها، والأخت خائفة هي الأخرى فتسلم للردى تلك التي خذلت، فتحيا كل واحدة بمفردها وتقتل كل واحدة بمفردها. ولكن ربما ولرحمة الله الكريم عباده هجمت غزيلة على ضبع بلا تفكير، وتتابعت من بعدها الغزلان مثل تتابع الأمطار في وديانها. في هذه اللحظات تعلم أن حسنا ما عظيما سوف يأتي، ربما ولد يكلم أهله في المهد، أو يتنفس الصبح الذي في سورة التكوير. لا أقصد التشبيه أو سبك المجاز، ولا أشير لثورة عبر البلاد، فقط أريد القول والتذكير. هذا الكلام حقيقة علمية يا أهلنا. الضبع أضعف من فرائسها وأجبن منه.